السلام عليكم ورحمة الله. ماذا عن ترتيب السور والآيات في القرآن الكريم؟ وما هو الرابط بينها؟ كونوا معنا. لغة وقرآن وعلم يغتنم، فلنبعث الأنوار من رحم الظلم. فالله أخبرنا بنص كتابه في محكم الآيات، علم بالقلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلنا نعلم أن القرآن نزل منجما، أي متفرقا، على مدى 23 سنة، ثم رتبت آياته وسوره. أما عن ترتيب الآيات في السور فهو ترتيب توقيفي، أي أنه من عند الله تعالى. وأما ترتيب السور في القرآن الكريم فقد اختلف في ذلك، والغالب أنه أيضا توقيفي من عند الله تعالى. ولكن ما هو الرابط بين الآيات والسور؟ كل سورة ترتبط بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها، وكل آية كذلك. واليوم سنكون مع مثال واضح وصريح يبين لنا الارتباط بين سورتين من سور القرآن الكريم. نقرأ في أواخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولو تساءلنا من هو هذا المليك المقتدر التي تتحدث عنه الآيات، ليأتينا الجواب في السورة التي تليها مباشرة: الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذا مثال واضح وصريح عن الرابط الموجود بين السور في القرآن الكريم، وسنكون في حلقاتنا القادمة مع أمثلة كثيرة عن ذلك. كونوا معنا. تحياتي ودعواتي لكم. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم.